الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. يؤسفني أنني في هذا اليوم أتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت لتوضيح شيء واضح، توضيح الواضحات تراجع فكري وتراجع علمي، توضيح الواضحات معناه أن الإنسان بدل أن يصعد، بدل أن يضيف، يبقى في مجال، في مكان، في المرحلة الأولى. وهذا شيء سيء جدا، لكن الإنسان أحيانا يضطر أن يوضح أمورا واضحة. اثنان زائد اثنين يساوي أربعة. لكن جاء بعض الأشخاص، خصوصا إذا كانوا يملكون قوة إعلامية، قالوا لا، اثنان زائد اثنين يساوي أربعة وشيء. هذا ما يقوله البعض ويحاولون أن يثبتوا ذلك. في هذه الحالة العالم يأتي يصرف وقتا، جهدا، يأخذ من وقت المستمعين ليثبت أن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة. مجبور، مضطر. في الطب من الأمور البديهية الواضحة أن الحمى مثلا هي أن درجة الحرارة في داخل جسم الإنسان
تزيد عن الحد الطبيعي ما يقارب من 37، هذا الحد الطبيعي، لعله من 36.5 إلى 37.5، لعله الأطباء أعرف طبعا. شخص حاكم متنفذ له قوة، رأيه يكون على أنه لا، الحمى شيء آخر، هذه ليست هي الحمى، وبقوته التي يملكها وبضغطه حاكم جاهل، والأموال التي يصرفها يثبت للناس رغما عنهم أن الحمى شيء آخر، الحمى ليست هذه. في هذه الحالة طبيب حاذق يضطر أن يأتي يبين للناس: أيها الناس، الحمى معناها أن درجة الحرارة في داخل جسم الإنسان ترتفع إلى أكثر من المستوى الطبيعي. هذا الوقت لو كان صرفه هذا العالم في الطب لكان قد تقدم بالناس خطوة في مجال الطب إلى الأمام، ولكن هذا الوقت صرفه في ماذا؟ في شيء بديهي اضطرارا. وهذا الشيء الضار، هذا الشيء السيء جدا، بسبب وجود اضطرار وقع فيه كل المصلحين، وفي صدر القائمة كل الأنبياء الرسل الأوصياء كلهم وقعوا في هذا الاضطرار. جزء من حياتهم الثمينة كان يصرف في إثبات البديهيات. كم ساعة، كم يوم، كم شهر من حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي كل لحظة من لحظاتها ثمينة جدا، كم من عمر النبي صلى الله عليه وآله صرف لإثبات أن هذه الأحجار، أن هذا الخشب ليس هو الخالق لكم؟ شيء واضح بديهي، هذا الخشب خالق، هذا الحجر خالق، ولكن الجهل الحاكمة، القوة الحاكمة أدخلت في عقول الناس أن هؤلاء هذه هي أرباب، حجر، خشب، تمر، هذه أرباب. يضطر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصرف عمره الثمين لإثبات هذا الشيء البديهي. لماذا؟ لأن الجهل الحاكمة أو الفئة الحاكمة أنكرت هذا البديهي، وطبعا صرفت أموال، جهود، ضغط، إيذاء بأشكال مختلفة، مشت هذا الشيء الذي هو خلاف البداهة. الحاكم الجاهل اعتقد بأن القرآن غير مخلوق، ساعات وساعات، عشرات الساعات، لعله مئات الساعات من حياة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صرفت لإثبات أن القرآن مخلوق. بديهي أصلا، القرآن خالق؟ لا، إذن هو مخلوق. هذا الشيء البديهي لأن الحاكم اعتقد بخلافه، اضطر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يوضحوا هذا الشيء الواضح. كم من الساعات الطويلة صرفت من قبل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بتبعهم من قبل العلماء الكبار لإثبات ولاية أمير المؤمنين؟ بديهي أصلاً، من بديهيات الإسلام ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولكن حكام يملكون أموال، يملكون إعلاما، يملكون قدرات، اعتقدوا بخلاف هذه العقيدة، مشوا ملايين من الناس، لا إلى يوم القيامة مليارات من الناس بخلاف هذا الاتجاه، وأعمار طويلة صرفت لإثبات هذا البديهي. هذا شيء جدا مؤسف ولكن واقع اضطرار. من الأمور البديهية
التي نضطر أن نثبت هذا البديهي. من الأمور البديهية في التشيع أن الشعائر الحسينية المقدسة كلها محبوبة، هذا شيء بديهي أصلا، هذا شيء واضح. الكلام في إثبات هذا الشيء توضيح للواضحات، إثبات للبديهيات. أنا أتحدث مثلا لأثبت أن الأنهار بديهي، ولكن هذا البديهي تعرض لحاكم جاهل يمشي خلافه. الحاكم الجاهل يمشي خلاف البديهي ويستخدم كل السبل لإثبات هذا الشيء الذي هو خلاف البداهة. ولذا اضطر علماء، اضطر فقهاء كبار أمثال الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسس الحوزة في قوم، أمثال الميرزا النائني وأمثال هؤلاء، أن يثبتوا هذا الشيء البديهي في التشيع. لماذا؟ لأن الحاكم عقله فكره حاكم جاهل غارق في الجهل، لا يفهم البديهيات. الجاهل لا يفهم البديهيات، كما أنكروا إمامة أمير المؤمنين، كما قالوا بأن القرآن غير مخلوق، كما قالوا ما قالوا من الأمور خلاف البداية. قال لا، الشعائر الحسينية ليست محبوبة، العديد من الشعائر الحسينية غير محبوبة، أعمار من الفقهاء صرفت لإثبات هذا البديهي. هذا البديهي بديهي في الفقه فقط؟ لا، هو بديهي عند كل الشيعة، حتى عند عموم الشيعة. يعني بعض الأمور أمور بديهية عند الفقهاء، شيء تخصصي. بعض الأمور أمور بديهية حتى عند عموم المؤمنين، عموم الشيعة. هذا من الأمور البديهية عند عموم الشيعة. شعائر الحسينية كلها بلا استثناء أمور محبوبة، نضطر أن نثبت هذا الشيء البديهي. الآن أنا أذكر لكم بعض الأدلة على ذلك حتى تعرفوا أنها من الأمور البديهية حتى عندكم، ليس فقط عند الفقهاء. قضية واضحة أصلا. بمقدار علمي القليل، هناك 17 عنوانا تنطبق على جميع الشعائر الحسينية المقدسة. يعني هناك شعيرة من الشعائر الحسينية المقدسة، شعيرة البكاء، هناك أدلة خاصة لمحبوبية البكاء فقط، هذه الأدلة لا تشمل بقية الشعائر، هذه موجهة إلى البكاء فقط. هناك أدلة خاصة لإثبات محبوبية زيارة سيد الشهداء، أدلة خاصة بالزيارة. هناك أدلة خاصة لاستحباب المشي حافيا يوم عاشوراء، هذه من الشعائر الحسينية، هذه أدلة خاصة بهذه الشعيرة. هناك أدلة خاصة لاستحباب التطبير، أدلة خاصة بهذه الشعيرة. هناك أدلة خاصة لاستحباب لبس السواد على سيد الشهداء، هذه أدلة خاصة بهذه الشعيرة. هذه أدلة خاصة لا تشمل بقية الشعائر. الدليل الذي يثبت محبوبية التطبير بصورة خاصة لا يثبت محبوبية الزيارة، هذه أدلة خاصة بهذه الشعيرة. وهناك أدلة عامة تشمل كل الشعائر الحسينية المقدسة، كل الشعائر الحسينية محبوبة. هناك أدلة تثبت محبوبية كل شعيرة حسينية. بمقدار علمي القاصر القليل، هناك 17 عنوانا تنطبق هذه العناوين على كل الشعائر الحسينية المقدسة. عندما أقول عنوان ليس المقصود حديث واحد، أحيانا عنوان واحد تحت هذا العنوان 20 حديثا، تحت هذا العنوان آيات قرآنية،
هذا عنوان، هذا العنوان محبوب. ما الدليل على محبوبية هذا العنوان؟ 20 دليلا، 30 دليلا، هذا نعتبره عنوانا واحدا. هذا العنوان ينطبق على جميع الشعائر الحسينية، إذن الشعائر الحسينية تكون محبوبة. بمقدار علمي 17 عنوانا. أنا أذكر لكم بعض هذه العناوين حتى نعرف أنها من الأمور البديهية. أنا لا أريد أن أثبت أنها محبوبة، أريد أن أثبت أنها من الأمور البديهية الواضحة. العنوان الأول الذي ينطبق على جميع الشعائر الحسينية المقدسة، عنوان شعائر الله. هذا عنوان شعائر الله محبوبة أم لا؟ نعم. تعظيمها من تقوى القلوب كما يقوله القرآن الكريم، هذا شيء بديهي واضح. شعائر الله يعني ماذا؟ شعائر الله، شعائر الله يعني الأمور التي تشير إلى الله عز وجل ولو عبر وسائط. يعني هذا الأمر يشير إلى شيء، ذاك يشير إلى شيء ثاني، الثاني يشير إلى الثالث، الثالث يشير إلى الرابع، الرابع يشير إلى الله عز وجل. فإذن هذا من البداية أصبح من شعائر الله. القرآن الكريم يقول أن جبلين هما من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. القرآن يقول جبل، كيف أصبح الجبل من شعائر الله؟ لأن هذا الجبل يشير إلى الحج، من شعائر الحج هذا الجبل. الحج يشير إلى الفرائض، الفرائض تشير إلى الإسلام، الإسلام يشير إلى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى الله عز وجل. فإذن هذا الجبل عبر 4 وسائط أصبح مشيرا إلى الله عز وجل، أصبح هذا الجبل من شعائر الله، يشير إلى الله عز وجل ولو عبر وسائط. الإبل من شعائر الله، القرآن يقول والبدن، البدن جمع بدنة، البدنة هي الإبل التي تساق في الحج. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، القرآن يقول. كيف أصبح هذا البعير، هذا الجمل، هذه الإبل أصبحت مشيرة إلى الله من شعائر الله؟ لأنها تشير إلى الحج، كذلك الحج يشير إلى الفرائض، الفرائض تشير إلى الإسلام، الإسلام يشير إلى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله هو المشير الأكبر إلى الله عز وجل، هو رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كل شيء يشير إلى الله عز وجل هو محبوب، هو من شعائر الله، تعظيمه من تقوى القلوب. الشعائر الحسينية، لا أقصد شعيرة من الشعائر الحسينية، كل الشعائر الحسينية تشير إلى ماذا؟ بواسطة واحدة تشير إلى الله، ليس ب4 وسائط. الشعائر الحسينية كلها بلا استثناء تشير إلى سيد الشهداء، يعني إشارة إلى الله عز وجل. هذا شيء خافي واضح جدا. ولذا الفقهاء بالنسبة إلى الشعائر الحسينية المقدسة، العديد من الفقهاء، لعلي أقول الكثير من الفقهاء، قالوا إنها من أعظم شعائر الله. صحيح، إذا البدن من شعائر الله، إذا الجبل من شعائر الله، التطوير ليس من شعائر الله، المشي على الجمر ليس من شعائر الله، المشي على الشوك ليس من شعائر الله، هذه كلها تذكر بمصائب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يعني تشير إلى سيد الشهداء، إشارة إلى سيد الشهداء، إشارة إلى الله عز وجل. هذا العنوان الأول الذي ينطبق على كل الشعائر الحسينية، كلها مشيرة. توجد شعيرة حسينية لا تشير إلى الإمام الحسين؟ أصلا لا معنى لهذه العبارة. كل شعائر الحسينية مشيرة إلى الإمام الحسين، الشيء الذي يشير إلى الإمام الحسين يشير إلى الله عز وجل، واضح. هذا بديهي أم لا؟ العنوان الثاني، إظهار حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا شيء محبوب بالبداهة عند الشيعة، الإنسان يظهر أنه يحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قولا أو عملا، هذا شيء محبوب أم لا؟ القرآن الكريم يقول آيات وآيات،
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أهل البيت فإن حزب الله هم الغالبون. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة كما فسرها العلماء يعني إظهار الحب، مرة الحب موجود في القلب، مرة الإنسان يظهر هذا الحب. والآية التالية تدل على ذلك، ومن أو نفس الآية، ومن يقترف بعد هذه العبارة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. واضح العبارة عن عمل ليس عن شيء قلبي. ومن يقترف حسنة، هذه هي الحسنة، مودة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إظهار حب أهل البيت، شيء محبوب بديهي أصلا. اسأل أي شيعي شخص يظهر قولا أو عملا أنه يحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا عمله محبوب أم لا؟ بديهي، نعم محبوب. الشعار الحسينية ماذا تقول؟ الذي يلطم على وجهه، الذي يلطم على صدره، الذي يجرح نفسه يوم عاشوراء، هذا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إني أحب الحسين عليه الصلاة والسلام. حب الإمام الحسين محبوب أم لا؟ إظهار هذا الحب محبوب أم لا؟ بديهي. تابع لهذا العنوان عنوان آخر، إظهار الولاية لأهل البيت. إظهار الولاية لأهل البيت ليس من المستحبات، من الواجبات. هذا الذي يسمى بالتولي. الواجبات، أهم الواجبات يقولون 10: الصلاة والصيام والزكاة والخمس والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري. التولي يعني إظهار الولاية لأهل البيت، أنا أظهر أنني أملك ولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أعتقد بولاية أهل البيت علي. هذا ليس من المستحبات، هذا من الواجبات أصلا، إظهار الولاية. الشعار الحسينية لا تتضمن إظهار الولاية لأهل البيت، تتضمن ماذا؟ توجد شعيرة حسينية لا تتضمن إظهار الولاية لأهل البيت، كلها تتضمن هذا الشيء، هذا نوع إظهار، إظهار قولي، إظهار بالكتابة، إظهار عملي، هذه كلها أنواع من الإظهار. الذي يذهب إلى زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يظهر ولاءه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عنده التولي. كذلك إظهار البراءة من الواجبات، إظهار البراءة من أعداء أهل البيت، هذا من الواجبات. الشعار الحسينية تتضمن إظهار البراءة من يزيد أم لا؟ هذا الذي يوم عاشوراء يجرح نفسه، هذا الذي يلطم على وجهه، يلطم على صدره، هذا الذي يضرب بالسلاسل على ظهره، هذا يظهر أنه يبغض يزيد أم لا؟ عليه لعائن الله قطعا، هذا نوع إظهار لبغضه لعدو من أعداء الله. هذا العنوان الثاني. طبعا هذا العنوان الثاني هو ثلاث عناوين. عنوان ثاني، إظهار حب أهل البيت، إظهار ولاء لأهل البيت، إظهار البراءة من أعداء أهل البيت، هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث، إحياء أمر أهل البيت، هذا شيء محبوب أم لا؟ كم من الروايات المستفيض من الأحاديث الشريفة، بل حتى آيات قرآنية استدل بها على محبوبية هذا الشيء. في الحديث الصحيح، رحم الله عبدا أحيا أمرنا، أحاديث عديدة، أحيوا أمرنا، أمر بالإحياء بإحيانا، إحياء أمر أهل البيت شيء محبوب بين واجب ومستحب. الشعار الحسيني إحياء لأمر أهل البيت أم لا؟ خصوصا الشعار الحسيني التي تمارس في شهر محرم وصفر، هذه ليست إحياء لمظلومية سيد الشهداء، مظلومية سيد الشهداء ليس من أمر أهل البيت. أحيوا أمرنا يعني ماذا؟ شخص يحيي بين الناس مظلومية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا ليس إحياء لأمر أهل البيت؟ بديهي أم لا؟ هذا لا أقول بديهي عند الفقهاء، بديهي عند الناس المؤمنين أم لا؟ عنوان رابع باختصار، تجديد العزاء، هذا عنوان من المستحبات، تجديد العزاء على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف أناس طيبين من أمته
يذكر النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من الأوصاف، من جملة الأوصاف أنهم هذا الوصف يجددون العزاء جيلا بعد جيل على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يجددون العزاء جيلا بعد جيل، هذه كلمة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا الكلام عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الحديث مفصل، تجديد العزاء على سيد الشهداء هذا من الأمور المحبوبة، وهذا عنوان، عنوان موجود في الرواية الشريفة، الشعائر الحسينية تجديدا لعزاء سيد الشهداء أم لا؟ توجد شعيرة حسينية ليست تجديدا لعزاء سيد الشهداء؟ ائتوا لي بشعيرة، أي شعيرة تجديدا لعزاء، هذا العنوان يشمل. عنوان خامس التحزن، هذا العنوان بعض الفقهاء ذكروه، بعض الفقهاء السابقين الفقهاء الفعليين، التحزن، التحزن يعني إظهار الحزن على سيد الشهداء، هذا الذي يلطم على وجهه، هذا يظهر ماذا؟ يظهر فرحا يوم عاشوراء، يظهر حزنا، هذا الذي يجرح نفسه، هذا الذي يبكي، هذا الذي يلبس السواد، يلبس ملابس العزاء، هذا الشخص يبدي ماذا؟ يظهر ماذا؟ يظهر التحزن، التحزن على سيد الشهداء من الأمور المحبوبة. هذه خمسة عناوين باختصار، وهناك عناوين أخرى، هذه كلها بديهية، أنا لا أتحدث عن شيء نريد أن نثبته، عن شيء بديهي. أصلا قبل هذه الأدلة أسأل منكم، أحد يشك من المؤمنين لولا وجود هذه الزوبعة التي أثيرت منذ زمن ضد الشعائر الحسينية المقدسة، لولا هذه الزوبعة أصلا شيء محل بحث، محل خلاف، محل إشكال؟ أصلا شخص يصنع بنفسه شيئا، أي شيء كان، يريد أن يبين للناس أنه حزين على سيد الشهداء، أنه جزع على سيد الشهداء، هذا يحتاج إلى إثبات أصلا عند المؤمن، عند الشيعي؟ ملاحظات سريعة. الملاحظة الأولى أن هذه العناوين التي ذكرتها وغيرها بعضها عناوين مستحبة وبعضها عناوين واجبة، التولي عنوان واجب، وهذا العنوان الواجب ينطبق على الشعائر الحسينية المقدسة، يعني ماذا؟ يعني أنت المؤمن تتمكن أن تلبس السواد على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وتنوي بذلك أنك تؤدي واجبا. ما هو الواجب؟ التولي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إظهار ولايتك لأهل البيت، هذا واجب، هذا ليس من الأمور المستحبة، هذا من الأمور الواجبة. تتمكن أن تشترك في شعيرة فرضا اللطم على الصدور أو اللطم على الوجوه، وتنوي بذلك أنك تؤدي واجبا. نعم صحيح، تؤدي هذا الواجب، تولي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تتمكن أن تشترك في شعيرة التطبير وتنوي أنك تؤدي واجبا من الواجبات. ما هو الواجب؟ التولي لسيد الشهداء، تظهر للناس بالتطبير أنك توالي سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذا واجب، هذا الواجب تؤديه بهذه الطريقة. نعم تتمكن، بعض هذا العناوين عناوين واجب، هذا أولا. ملاحظة ثانية، مقدمة الواجب، العبارة الدقيقة العلمية، مقدمة وجود الواجب المطلق، هذه واجبة أم لا واجبة؟ هذا الذي مشهور بين الناس بمقدمة الواجب، مقدمة وجود الواجب المطلق، يعني الشيء الذي يحقق واجبا مطلقا. هناك شيء واجب مطلق بالنسبة إليك مثلا، هذا الواجب المطلق يحتاج إلى مقدمات حتى يتحقق، حتى تتمكن من تحقيقه، هذه المقدمات تصبح واجبة عقلا، هذا وجوب عقلي، وجوب المقدمة وجوب عقلي. الشعائر الحسينية
المقدسة كلها بلا استثناء هي مقدمة وجود واجبات وليس واجب واحد مقدمة وجود واجبات مطلقة من الواجبات المطلقة إقامة الدين القرآن الكريم يقول أقيموا الدين أقيموا الدين أمر إقامة الدين واجب كيف الإنسان يقيم الدين مقدمات كثيرة طرق كثيرة ليس هناك طريق واحد من جملة الطرق هناك طرق أخرى أيضا شخص يقيم الدين يسعى في إقامة الدين بالتأليف صحيح شخص يسعى لإقامة الدين بفضائية عمل صحيح هذه من المقدمات من المقدمات لإقامة الدين كل الشعائر الحسينية الشعائر الحسينية ماذا تصنع تذكر الناس بسيد الشهداء هذا جزء من إقامة الدين الشعائر الحسينية مقدمة لواجب آخر أيضا ما هو مقدمة الواجب الذي هو حفظ الشباب حفظ الناس كيف الناس يحفظون من الانحراف طرق من جملة الطرق الشعائر الحسينية تحفظ الناس الذي يمارس التطبير الذي يمارس اللاطم الذي يبكي على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بنسبة معينة يبتعد عن الانحراف شيء واضح بديهي فإذن هذه الشعائر أصبحت طريقا مقدمة لهذا الواجب حفظ الناس من الانحراف وواجبات وواجبات فإذن هذه الشعائر الحسينية تنطبق عليها عناوين واجبة وهذه يعني واجبة وجوبا شرعيا وهذه الشعائر الحسينية هي مقدمة لواجبات فتكون واجبة وجوبا عقليا أيضا هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة صلاة الليل مستحبة أم لا مستحبة واضح إذا كانت صلاة الليل تجلب رضا والدي أيضا تصبح مستحبا مؤكدا صحيح أم لا يعني مستحب ومستحب أنا أصلي صلاة الليل أحقق هذا المستحب وأحقق شيئا محبوبا آخر إرضاء الوالدين هذا شيء محبوب أرضي والدي بذلك يصبح ماذا يصبح مستحبا مؤكدا إذا انطبق عنوان ثالث أيضا على هذه الصلاة صلاة الليل يعني ماذا يعني أنا أصلي صلاة الليل وبهذه الصلاة الوالدان يرضيان عني وبهذه الصلاة أربي أبنائي نحو الالتزام بالدين هذا شيء محبوب فإذن هذه الصلاة صلاة الليل اجتمعت عليها ثلاثة عناوين مستحبة ماذا تصبح هذه الصلاة؟ تصبح مستحبا مؤكدا مؤكدا جدا إذا انطبق عنوان رابع إذا انطبق عنوان خامس أصلا شيء عظيم يصبح هذا الفعل المستحب فكيف إذا انطبقت على الشعائر الحسينية عناوين وعناوين من واجبات ومن مستحبات كم تصبح هذه الشعائر الحسينية مهمة عرفتم لماذا هذا الإصرار على الشعائر الحسينية لماذا الفقهاء يصرفون هذه الأوقات هذه الجهود لنشر الشعائر الحسينية لماذا يقف الفقهاء هذه الوقفة القوية لهذه الشعائر الحسينية خصوصا للشعائر التي تتعرض للحرب المجدد الشيرازي الكبير من أمواله الخاصة يدفع مال أموال أكفان المطبرين لماذا؟ التطبير من المستحبات حاله حال بقية المستحبات أبدا القضية ليست هكذا هذا شيء ارتبط بالإمام الحسين ارتبط بشعائر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أصبح شيئا محبوبا جدا لماذا؟ لأن العناوين التي تنطبق على الشعائر الحسينية ليس عنوانا واحدا يعني الذي يمارس شعيرة حسينية يعمل أعمال مستحبة أو واجبة عديدة كلها اجتمعت صار شيئا قويا هذا الشيء بهذه القوة بالأوهام أوهام هؤلاء
توهمات، كلمات يقولونها لا يعرفون حدودها. تضعف الشعائر الحسينية بهذه الأوهام؟ عنوان واحد لو كان ما كان يضعف، وكيف هذه العناوين كلها اجتمعت، وكيف أنها ارتبطت بالمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذا القوي، هذا الذي لا يتمكن أن يقترب منه أي شخص أي قوة. بهذه الأيدي الضعيفة يتمكنون، الذين كانوا يملكون أيدي قوية ما كانوا يتمكنون أن يصنعوا شيئا، إمبراطوريات ما تمكنت أن تصنع شيئا. فلان الحاكم الجاهل الذي باد انتهى، لا يذكر أصلا اسمه، انتهى لا يذكر إلا باللعنة، راح خلص، تمكن أن يضعف شعيرة واحدة من الشعائر الحسينية بكل قواه دخل، وكان في وقته حاكما مقتدرا متمكنا في بلد كبير، تمكن أن يضعف. في إحدى السنوات أمر أمرا باتا بمنع كل المجالس الحسينية في بلده الكبير، تمكن، ذهب، انتهى، الآن في نار جهنم، لا يذكر إلا بسوء إلا باللعنة، والشعار الحسينية تصعد. من يتمكن من هذا؟ العلامة الأميني نقلت لكم ما ينقل عنه أنه قال: لو كان المؤمنون يرجعون إلي في التقليد لأوجبت التطبير. لماذا؟ هذا الواجب واجب عقلي. هو ذكر أيضا لأن هذا طريق لحفظ دم سيد الشهداء، الحافظ لدم سيد الشهداء الله عز وجل، أشهد أن دمك سكن في الخلد، الله عز وجل أسكن دم الحسين في الخلد، ليس أنا وأمثالي، ليست الشعائر الحسينية، ولكن هذه طريق من الطرق، والله هو الحافظ. إن باد شيء دم الحسين لا يفنى، كل الشيء كل الأشياء إذا انتهت دم الحسين يبقى، هذا شيء مؤكد، أشهد أن دمك سكن في الخلد. إحدى معاني الخلد الخلود، وإحدى المعاني جنة الخلد، معاني أخرى أيضا. القضية واضحة، القضية بدرجة كبيرة من الأهمية. ثالثا، القضية لا يخاف عليها، إنما كل هذا الإصرار من الفقهاء الكبار ليس خوفا على أن تبيد، على أن تضعف، مستحيل، إنما لشيئين هذا الإصرار من الفقهاء: أولا أداء لواجب، الإنسان مسؤول، وضمن الأرض ومن عليها دمك وثارك، دم الإمام الحسين في ذمة كل إنسان، ثار الإمام الحسين في ذمة كل إنسان، يعني يجب عليه أن يدافع. يدافع عن ماذا؟ عن جسم الإمام الحسين. الإمام الحسين جسمه صنعوا به ما صنعوا، وهو الآن حسب الروايات الشريفة الصحيحة جسم الأئمة، أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في مكان عالي في الفردوس الأعلى على ما ببالي، أو في عليين، في مكان، حتى أجسامهم، أجسام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هناك. الدفاع ليس عن جسم الإمام الحسين، الدفاع عن مظلومية الإمام الحسين، الدفاع عن شعار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فأولا هذا الإصرار من الفقهاء أداء لواجب، ثانيا هذا أؤكده، ذكرته ببعض الأوجه والأدلة، ترك الدفاع عن الشعائر الحسينية يوجب نزول البلاء، ذكرت لكم بعض الأوجه سابقا، لا أريد أن أكرر وأعيد. هذا هو وجه الإصرار، إصرار على شيء بديهي. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات سيد الشهداء الكبيرة الكثيرة أن لا يفرق بيننا وبين الإمام الحسين طرفة عين أبدا،
اللهم بحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بدمه الطاهر بمظلوميته عجل فرج المنتقم لآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. ارزقنا اللهم زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الدنيا والآخرة وجواره في الجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.